النشرة الرئيسية من الفضائية التشادية، أهلا وسهلا بكم. اختتمت بالعاصمة باريس أعمال الطاولة المستديرة التي دعت إليها تشاد لتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية بحضور فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ونظيره الموريتاني. التفاصيل لدى محمد حسن عبد الرسول. خلال 72 ساعة من عمر الطاولة المستديرة حول حشد الموارد والإيرادات للخطة الوطنية للتنمية في تشاد، فقد وصل المشاركون في أعمال هذا الحدث الكبير إلى نهاية أعمالهم. وخلال المناسبة الختامية التي ترأس رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وبحضور رئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو، فقد أعلن الشركاء والمانحين والدول الصديقة لتشاد دعمهم المالي خلال عمر الخطة الوطنية للتنمية التي تستمر 5 سنوات والتي تبدأ من عام 2017 إلى 2021، والتي تشمل القطاعين العام والخاص، حيث أعلن الجميع وبحسب رؤيتهم واستراتيجيتهم للخطة الوطنية بالدعم المالي والفني لهذه الخطة الوطنية للتنمية في تشاد. وقد تلت البيان الختامي لأعمال الطاولة المستديرة وزيرة الإعلام والنطق الرسمي باسم الحكومة السيدة مادلين ألينغي، التي قالت بحضور رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وأخيه رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية محمد ولد عبد العزيز، شهدت العاصمة الفرنسية في الفترة بين 6 إلى 8 الطاولة المستديرة حول حشد الموارد للخطة الوطنية للتنمية في تشاد، والتي نظمت من قبل الحكومة التشادية بالتعاون مع الحكومة الفرنسية والشركاء والممولين الدوليين. وقد طرحت العديد من البرامج والمناقشات من قبل القطاع الخاص في اليوم الأول وفي اليوم الثاني من أعمال الطاولة التي أطلقها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بحضور رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب وممثلي رؤساء وحكومات الدول الأفريقية والعربية والمنظمات والمؤسسات المصرفية. وقد تضمنت المناقشات أكثر من 50 مداخلة بلغت إجمالي ما تم التعهد به 20 مليار دولار. كما تضمن البيان الختامي تقديم الشكر والعرفان رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية محمد ولد عبد العزيز والحكومة الفرنسية ومسؤولي الدول والحكومات الدول الصديقة والشقيقة لتشاد وكذا شركاء تشاد في المسيرة التنموية. كما أكد البيان الختامي تأييده لإعلان النوايا والدعم من قبل المستثمرين وترجمة هذه التعهدات بالأفعال. في خطابه الاختتامي لأعمال الطاولة المستديرة شكر رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أخي رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية محمد ولد عبد العزيز على مشاركته في أعمال الطاولة المستديرة حول حشد الموارد للخطة الوطنية للتنمية في تشاد. كما عبر عن امتنانه لكل من ساهم وشارك في نجاح هذه الطاولة، وقال إنه سعيد لما سمعه من وعود وإعلانات بأن الحكومة التشادية ستتابع عن كثب حسن سير التنفيذ والتقييم، وأرجو من الجميع مرافقة الحكومة التشادية للوصول إلى نتائج إيجابية من البداية وحتى النهاية. كما أجدد شكري للحكومة الفرنسية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وباسم الشعب التشادي أقول لكم شكرا وألف شكر. لقد جئت إلى فرنسا بلباس جيوبه فارغة وأعود إلى بلدي وجيوبي ممتلئة، وأعدكم بأن الحكومة التشادية ستتخذ الإجراءات الصارمة لإدارة هذه الخطة الوطنية للتنمية من 2017 إلى 2021 بكل شفافية ودقة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والشركاء، وأتمنى للمشاركين العودة الحميدة إلى بلدانهم. وأعلن ختام أعمال الطاولة المستديرة لحشد الموارد للخطة الوطنية للتنمية في تشاد. إذن في داخل هذه القاعة قد ناقش الجميع الخطة الوطنية من أجل التنمية في تشاد، وقد وافق الجميع بدعم هذه الخطة التي تنقل تشاد إلى دولة اقتصادية قوية. وفي خطاب الاختتامي لأعمال هذه الطاولة المستديرة، فقد أكد رئيس الجمهورية بضرورة الإيفاء بالوعود ومتابعة هذه المشاريع حتى ترى النور ويستفيد الشعب التشادي من هذه الخطة الوطنية للتنمية من عام 2017 إلى 2021. من العاصمة الفرنسية باريس للهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون. هذا ولقد عقد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مؤتمرا صحفيا بعد الانتهاء من أعمال الطاولة المستديرة بالعاصمة باريس. محمد حسن عبد الرسول. بعد اختتام أعمال الطاولة المستديرة حول حشد الموارد للخطة الوطنية، مباشرة عقد مؤتمر صحفي نظمته وزارة الاقتصاد والتخطيط بحضور ممثلي المؤسسات المالية الداعمة للخطة الوطنية للتنمية في تشاد. في مستهل المؤتمر الصحفي تحدث وزير الاقتصاد والتخطيط إنغيتو يامباي شاكرا وسائل الإعلام العامة والخاصة وشركاء التنمية على مساهمتهم في نجاح هذه الطاولة المستديرة، وقال نحن جئنا إلى باريس من أجل الهدف وقد تحقق هذا الهدف الكبير لتشاد. ومن ثم طرحت العديد من الأسئلة حول محاور هذه الخطة الوطنية
وقد رد عليها المعنيون بسير هذه الخطة الوطنية التي بلغت تكاليف المساهمات المعلنة لصالح الخطة ب20 مليار دولار، 7 مليارات منها للقطاع العام و13 مليار دولار للقطاع الخاص. وفي هذا الصدد فقد عبر رئيس الغرفة التجارية أمير الدود أرتين عن سعادته، وقال إنه لأول مرة في تاريخ تشاد يتم من قبل الشركاء والمانحين للقطاع الخاص في تشاد، طالبا من الجميع بدعم هذه الخطة الوطنية. يذكر أن الخطة الوطنية للتنمية في تشاد تشمل العديد من القطاعات المتمثلة في البنية التحتية، الزراعة، الثروة الحيوانية، المياه، السياحة، البيئة، العالم الريفي. هذا وقد تداخل عدد من ممثلي المؤسسات المدنية والنقابية معقبين عن بعض الأسئلة والموضوعات، مبدين ملاحظاتهم واقتراحاتهم من أجل نجاح هذه الطاولة المستديرة. ونبقى في ذات الإطار، حيث أجرى الزميل محمد حسن عبد الرسول رصد الآراء والانطباعات المشاركين في الطاولة المستديرة بعد الانتهاء الأعمال مباشرة. نستمع إلى هذه الآراء. نحن جينا وجبنا فوق ولحقنا مرحلة يعني ما متوقعين. اليوم أنتوا شاهدتوا كل العالم مشاهدينا، اوبينيون انترناسيونال كلها شايفينا شان ال يا تو بينديدا. ان هنا ما نقولوا كي زي ما قال البريزيدان قبل، ان هنا شغلنا ما شهدي، لكن شغلنا قلنا خلي الناس ده يساعدوا تشاد ده، ما لي شهدي، بس ما شغلنا نمد ايدينا عشان نشهدوا، لا، لكن يا تو انا تشاد ده عشان لي لازم يحافظوا على الامن. انا الافريق سو ريجون ده اليوم ده عوين ده في هما في قلبنا المشاكل دي كلها، والمراه التشاديه هي البريمير فيكتيم في كل مشكله تحصل. اليوم المشكله انا تيرورسم ده يعني اليوم عوين، نقول لك ما نقول لك كل العوين انا تشاد ارامي، لكن نقول لك جسكا 60% ده دي فيف. عندنا مشاريع، مشاريع تخص الزراعة، مشاريع تخص الثروة الحيوانية، مشاريع تخص البيئة والصيد، عندنا مشاريع تخص المياه. معانا في كما نقول سالي بارتنير، شركاء تنمية، شركاء تنمية لاحظوا معنا، شافوا مشارينا اللي قدمناهم يخص البيئة، يخص الزراعة، يخص التنمية بأكملها. كانوا يعني مبسوطين بالمشاريع اللي قدمنا لهم. أنينا فرحانين جدا، وأنا بصفتي عندي جمعيات كتار دمينا وشاورنا وسينا بروجي، والبروجي ده حسن شيف ده بروجي حقنا نجح، وفرحانين ونشكر رئيس الجمهورية الفك لنا مجال، وأخواننا الحساجين لهم هني فرحونا بجدا فرحاني، وبتنقل أنا فرحاني. جيت أولا بأولا حجيت فوق الجنومات عندهم دبلوم وعندهم خبرة، يعني هنا شات عندهم خبرة لكن إمكانياتنا مقصرة. ثم ثانية بأخواتي الأوين الأراملي محتاجين بدور مساعدة. ثم ثانية حجينا في الصحراء، الصحراء عندنا يعني أراضي وسيئة والإمكانيات مقصرة لنا. دورنا من نسأل من الله ومن رئيس الجمهورية ومن رؤساء الدول اللي حاضرين معانا هنا يساعدونا نفتو مشاريع كبار. الشركة حقي اسمها تشاد كاترينج سيرفيس، مخصصة بالريستوراسيون، وهسه جيت في المؤتمر دالي عشان نبريزنتي بروجي حقي. جافي عندي 3 بروجي مخصص في تشاد. بالاول البروجي الاول سويته انا سمسم، نسوي السمسم عشان ندور نودي في تركيا، سويت الكونترا مع التركيين. دايزم بروجي حقي ده عندي ندور نسوي لوجيمات سوسيو، اللوجيمات ده نسوي ان فاس مع اليونيفرسيتي، كما اليونيفرسيتي ده مكان ودين ده بعيد من لوب الهيله، دونك نسوي بيوت وناجروا للاتيجان دول عشان يقدر يفاسيليتي للديبلاسيما.
والتروازيام بروجي حقي ده حنا البليم بليم 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 ده يعني بسكوت ده كدوغاكي قاعدين بيسووه بنتو لل يالا المال نيوتريسيون دول. هو البروجي ده تخص الطماطم الريس شغلنا الزراعة كلها حتى اغرو سيلفو باستورال. طبعا جينا هنا لقينا خلاص بايير كله اتناقشنا معاه وان شاء الله ما حكومة قاعدة تساعدنا ونشوفوا كيف هسا كوم زي ما انتم شفتوا هنا ده استان تاجين علينا مع نادر ده. دونك هدفنا ده كيف نناقش في تابر روندا مع الباير ديفون مع البنك الاخرين وكيف بيساعدونا ونساعد الناس. وطبعا الزراعة عندنا الالمي جايد والزراعة هي بس ابني لها نشاط. كما وصلنا للتو اثناء تواجده بالعاصمه باريس قام فخامه رئيس الجمهوريه ادريس ديبي اتنو بزياره الى مجموعه من الشركات الفرنسيه التي تعمل في مجال التنميه. رافقه خلال الزياره عدد من الشخصيات. التفاصيل لدى عائشه خليل بلال. عقب زيارة مقر مجموعة الشركات الفرنسية قام فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والوفد المرافق له بزيارة ودية إلى مقر المنظمة العالمية للفرنكفونية. ولدى وصوله كان في استقباله الأمين العام للفرنكفونية السيد ميكايل جان وممثل تشاد في الفرنكفونية السيد مسرانغار توجني بالإضافة إلى عدد من العاملين بمنظمة الفرنكفونية. في هذه الزيارة عقد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو جلسة مسقة مع الأمين العام للفرنكفونية السيدة ميكايل جان وبحضور وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي حسين إبراهيم طه ومدير المكتب المدني برئاسة الجمهورية إيسا علي طاهر والسفير التشادي لدى فرنسا الدكتور أمين أبا صديق، حيث كان اللقاء أيضا بحضور ممثل تشاد بالفرنكفونية السيد مسرانغار. إن الغرض من زيارة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للمنظمة العالمية للفرنكفونية من أجل التفاكر والتباحث والتبادل مع الأمين العام للفرنكفونية في المواضيع التي تأتي بالمصلحة للشعب التشادي. الأمين العام للفرنكفونية السيدة ميكايل جان من جانبها تناولت مع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الكثير من المواضيع التي تهم البلاد وسبل تعزيز العلاقات القائمة بين منظمة الفرنكفونية ودولة تشاد، مهنئة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على تنظيم ملتقى موسعا ضم جميع الهياكل الاستثمارية والشركات الشركاء المانحين والدوليين وجمعيات المجتمع المدني والقطاع العام والخاص بتشاد بشان الخطة الوطنية في تشاد لخمس أعوام مقبلة، مشيدة بالدور الإيجابي الذي يلعبه فخامة رئيس الجمهورية في جلب الأمن والاستقرار في دولة تشاد على وجه الخصوص والقارة الإفريقية على وجه العموم. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من جهته شكر الأمين العام للفرنكفونية مشيرا إلى المساعي التي تقوم بها المنظمة العالمية للفرنكفونية تجاه تشاد، وإن تشاد بغرض للمنظمة لأنها تواجه مراحل عصيبة مثل التحديات الأمنية ومواجهتها للإرهاب والمتطرفين أمثال بوكو حرام. كل ذلك يتطلب تضافر الجهود ومساعدة تشاد من أجل تخطي هذه المراحل. المنظمة العالمية للفرنكفونية التي تعمل في عدد من المجالات منها التعليمية والصحية والثقافية وهي أيضا ترافق الحكومة التشادية في مشوارها التنموي. كانت هذه زيارة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى مقر ألف منظمة الفرنكفونية والتي تضم عدد كبير من الدول الناطقة بالفرنكفونية. كما قام فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بزيارة إلى الشركات الفرنسية التي تعمل في مجال التنمية. رافقه عدد من الشخصيات. تفاصيل لدى عائشة خليل. أثناء إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس قام فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في صبيحة الجمعة 8 أغسطس بزيارة عمل إلى مقر مجموعة الشركات الفرنسية المعروفة بميديف. ومن خلال زيارته عقد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لقاء موسعا مع مسؤولي الشركات الكبرى الفرنسية التي تعمل في مجال التنمية، وهي الزيارة الرابعة التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى مقر المجموعة. اللقاء ضم عدد من المسؤولين التشاديين منهم وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والأمين العام برئاسة الجمهورية ووزير المالية والميزانية ووزير التجارة والصناعة والسفير التشادي بفرنسا ومدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية ومدير المكتب العسكري برئاسة الجمهورية ورئيس الغرفة التجارية ومدير الوكالة الوطنية للاستثمار وممثل رئيس البرلمان التشادي ومسؤولي الشركات الفرنسية. في بداية الجلسة تناول رأسية الحديث نائب رئيس مجموعة الشركات الفرنسية السيد
الاستاذ جيفيري رو بيزي، موضحا بان المجموعه تعمل في العديد من المجالات التنمويه، وان الشركات الفرنسيه لها تعامل وشراكه قويه مع الشركات التشاديه العامله في مجال الاستثمار، حيث اضاف نائب رئيس مجموعه الشركات الفرنسيه بان اعمال الطاوله المستديره المتعلقه بالخطه الوطنيه 2017-2021 التي عقدت بباريس وصفها بتحرك لا مثيل له، مناشدا الدور الريادي الذي يقوم به فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على ما يقوم به تجاه الشعب التشادي. كما قال السيد جيفري بأن الشركات الفرنسية ستواصل مشوارها في زيادة حجم التعاون المشترك في مجال الاستثمار في تشاد. مسؤولي الشركات أيضا كانت لهم عدة مداخلات في هذا اللقاء، تركزت معظمها في المشاكل التي تواجه الشركات والمتطلبات، مركزين على الضمانات للشركات التي ستعمل في تشاد وتسهيل طرق العمل، حيث طلب المستثمرين أيضا من فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وقوفه ووقوف الحكومة التشادية معهم ومساعدتهم من أجل زيادة حجم الاستثمار. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في هذا اللقاء عرض للمستثمرين الفرنسيين الصعوبات والمشاكل والحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والمشاكل الأمنية التي تواجه الإقليم والحروب التي أدت إلى تدفق اللاجئين والناجحين إلى دولة تشاد. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ذكر بأن كل هذه الأسباب تدفعنا للسعي إلى تحسين الوضع في تشاد، حيث طلب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من رجال الأعمال المجيء إلى تشاد من أجل الاستثمار الحقيقي. تشاد في حوجة زيادة البنية التحتية والطرق والزراعة، ولديها مشروع بناء مطار حديث بأنجمينة ومشروع السكة حديد ومشروع النقل الجوي والطاقة الشمسية، مركزا بأن تلعب دورا مهما في مساعدة تشاد ومستعرضا للمستثمرين أهم المشاريع التي تحتاجها البلاد، طالبا من رجال الأعمال وأصحاب الشركات المجيء إلى دولة تشاد لأن هناك أراضي واسعة للاستثمار في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والتكنولوجيا الحديثة والسياحة التي هي تعتبر مفتاح التنمية. وأخيرا طمأن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أصحاب الشركات بأن تشاد لديها قوانين تعمل بها من أجل تسهيل العمل. كل هذه المتطلبات والأسئلة المقدمة من قبل مسؤولي الشركات الفرنسية وجدت ردودا كافية من قبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وبعض من الوزراء التشاديين الذين لديهم مشاريع تنموية ومسؤولي القرفة التجارية التشادية.